يل تسأل عن الزهراء من بعد النبي المختار، أنا الباب واسمعني أروي وش جرى والصار. أنا الباب في كل يوم يجيني المصطفى المرسل يقرأ آية التطهير والأملاك تتنزل، وما يدخل بلا استئذان لازم عندي يتمهل، لكن من بعد عيناه اسمع فعلة الأشرار. بالونة بالونة إيه ظهرت زمرة الأحقاد لمن مات أبو الزهراء، ونعشى بعدهم سجى ما دفناه في قبره، لن يم الجزل جاواه والحاقد صدر أمره، احرقوا أقل هذا البيت يلا بالعجل بالنار. بعد ما أضرموا بيا لقي بالجزل والنيران، تاليها إجا الحاقد بلا حرمة وبلا استئذان، هجم عالدار بد ما هاب وروع خيرة النسوان، هجم عالدار والزغرة حسرة ما عليها خمار. حسيت أنا بالزغرة من مسكتني بيديها، لاذت تستتر بيا والظالم يناديها، علي بايعنا لها الدار أحرقها بمن فيها سوا، وحين اللي غشاغ النور لطمها بإيده الغدار، يقول قابلتني بنور أغشى بصري فصبقتها على وجهها. طلع من قلبك وفاطمة يقول أنا الباب وأنا الشاهد، سمعت الزغرة تتألم والظالم يلوعها بساطر لختش أو لهتم، حتى شالت يديها حمرة تقطر من الدم، يقول علي الرجيس حط رجله وقام الزغر يعصرها. يعصرها وتنادي وحيدر عيلة تنظر غا ودفعني بحق دغو. حسيت شنو حسيت بالأضلاع كسرها، يقول لما عصرت غا بين الباب والجدار سمعت لغا أنينا كدت أن أليم، لولا أن أتذكر كيد محمد وولوغ سيف علي في دماء صناديد قريش سويت، يقول فعصرت غا إلى الباب ثانية فصاحت أبا يا رسول الله هكذا يفعل بحبيبتك وبضعتك، إلى أن خرج علي
تأمل تأمل بهاي العبارة، يقولوا إلى أن خرج علي ووضع عليها ملاء فأسقطت ما في بطنها من حال. ومضوا بكافل غاي غرول طيعا، لولا الوصية لم يغرول طيعا، خرجت تعثر خلفهم تدعوه خلوا ابن عمي أولاك شبن الدعاء. سووا رجعوا إليها بالسياط فسودوا. يقول ليها سلمان سيدتي ومولاتي إن أباكي بعث رحمة فلا تكوني سببا في هلاك هذه الأمة، فلا تكوني سببا في هلاك هذه الأمة. قالت مكسور قلب الزهرة، تتخيل شو تقول؟ تقول لا تلومني لا غاجة تحزاني يا سلمان، جنك ما تدري بالذي فعلة العدوان، مني خذوا حقي ولا راعوا الوصية، هجموا علي داري وساتر ما علي، والمرتضى جالس عبرات جرية. لا تلومني ضلع انكسر بالباب قوة، ما قصروا بين عدين. يقولوا لكن الزهرة ما رجعت، ما قبلت ترجع إلا وعلي معها، إلا وكافلها معها. ما أدري أنا ما أدري، يوم الحادي عشر زينب رجعت بالحسين وابو فاضل أم أنها نادت؟ دائما أقرأ البيتين وأحب أقرأ البيتين. إيه سوت زينب؟ سوت. يقول شبحت عين للعباس وصاب حسين، شبحت عين شبحت عين للعباس وصاب حسين، شبحت عين تقول بذمتك عباس لو اني بذمتك يا حسين. مشيت ولا نشتوني يا خوتي القصد لا وين، ومرضى عن بيد عداك ما غب يد اليسارة. ايه قالت إلها الزهرة تقول له لا تلومني ضلع انكسر بالباب قوة. هاي مصيبة عظيمة. احتجب أمير المؤمنين، يدخل عليه عمار يقول له يقول له تأمروننا بالصبر ونراك تصنع هكذا. أريد أختم بهالبيتين، أريد أختم بالزهرة والحسين. قال لي لا تلمني يا عمار، إني لما مددت فاطمة على المبتسم رأيت ضلع من أضلاعها مكسور. يا بويا انتشف الضلعين خلف الباب متكسرة، وانا باكر اشوف حسين بالخيل انطحن صدره. جان انت شفت في الباب شبه نار غض الله،
نفسها النار في عاشور أشاغد وسط الخيار حرمة شلون أطفيها وأنا عيوني على الأيتام وعندي عليل بالخيمة وشوف شلون وشيل شلون متحيرة اي بعد ايش عندك يا زينب يا مصايب تختم المجلس قالت ولو شفتين غرز مسمار بصدر امي يا ابو السبطين باكر سهم ومثلل اشوف بقال وخويا حسين باكر سقم ومثلث اشوف بصدر اخويا حسين وبقلب اخويا حسين وما يطلع وسف ولا اخذ من جبدته الثلثين اي اختم اختم بالبيت قالت ولا شفت على خد امي اثر من لطمه الانذار اي اني باكر اشوف حسين وعلى صدره أثر للعار جسمه مرمي بالحومة وراسه بعالي العساك صح ولادي حسين اليوم جردت السقيفة سيفها فغدا به رأس الحسين قطيعا اليوم من إسقاط فاطمة محسنين سقط الحسين عن الجواد صريعا